أهلا بك. بالتأكيد هي الجولة تعتبر يعني من وجهة نظرنا تعتبر الجولة الثالثة من المباحثات أو الحوار الاستراتيجي الذي ابتدأ في حزيران واكتمل في آب أغسطس في العاصمة واشنطن، ثم بدأت كثير من المحادثات والاتصالات الهاتفية والتنسيقيات ما بين الوفد الأمريكي المفاوض والوفد العراقي المفاوض لتكملة أو لجدولة انسحاب عدد كبير وليس بقليل من القوات الأمريكية المقاتلة تحديدا، والإبقاء على يعني أعداد أخرى من المستشارين والمدربين الأمريكان ومن الجنسيات الأخرى في يعني عدد قليل من القواعد الرئيسية التي استحكمت بشكل دقيق جدا وحصنت بالدفاعات الجوية التي تم تعزيزها من قبل التحالف الدولي. وبذلك الحقيقة إذا تلاحظون جنابكم أن الأحداث بدأت تتسارع في الآونة الأخيرة بسبب أزمة الانتخابات الأمريكية وما تلقي بظلالها على الواقع في الشرق الأوسط وتحديدا في العراق وحتى مع الجارة إيران. بالتأكيد الحقيقة الرئيس الأمريكي يحاول أن يكسب انتصارا معنويا الآن في هذه الفترة تحديدا من خلال كسب دعم المؤيدين له وحتى كسب دعم المعارضين له في التصويت، على أقل تقدير في التصويت الذي يحدث الآن عبر البوابات الإلكترونية أو وسائل التواصل البريد وغيرها في الذي يحصل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الرئيس الأمريكي يشعر الحقيقة دونالد ترامب يشعر بالخطر الكبير جراء خسارته لعديد الحقيقة الأصوات المؤيدة له وربما المناظرة الانتخابية التي حدثت مع جو بايدن وما بين هاريس وما بين بنس الحقيقة ألقت بظلالها على كثير من الخارطة التي ترسمها الإدارة الأمريكية الآن، ولذلك هي الحقيقة تحاول الآن أن يعني تحدث صدى معينا في الأوساط العالمية وحتى في الشرق الأوسط. هذا أمريكيا أستاذ سعد، ولو بقينا في الداخل العراقي، كيف سيلقي قرار الانسحاب، أو أنت تحدثت عن انسحاب عدد كبير من المقاتلين الأمريكيين أو مقاتلي التحالف الدولي في العراق، كيف سيلقي بظلاله على مسيرة العراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي أو التنظيمات الإرهابية في البلاد؟ في الحقيقة يعني حتى نكون كلش واضحين وصريحين في هذه المسألة تحديدا، الهجمات التي تلقتها السفارة الأمريكية في الآونة الأخيرة من يعني قصف متكرر بصواريخ الكاتيوشا وربما حتى البيانات التي صدرت من بعض يعني المنظمات التي أعطت مهلة معينة لا تتجاوز 40 يوم للقوات الأمريكية بالرحيل أو على أقل تقدير بتقليص عددها في العراق، الحقيقة هذه الرسائل كانت واضحة جدا للإدارة الأمريكية في أنها ربما ستكون سببا في خسارة ترامب في الانتخابات إذا ما يعني كان العناد أكبر في عملية البدء بهذه الجولة المهمة من سحب القوات الأمريكية. جنابك والمتابعين لاحظوا أن في الأيام الماضية سحب مجموعة كبيرة من أعداد القوات الأمريكية بلغت بحدود 2500 مقاتل أو أكثر من ذلك. الآن الحقيقة على الإدارة الأمريكية أن يعني تكون ملتزمة بما يعني ورد الآن في سياق اللجنة المشكلة من قبل وزارة الخارجية العراقية، وهي تشعر بخطر ربما يعني بدء جولة جديدة من القصف من قبل هذه المنظمات أو الحركات السياسية في العراق بما يسمى بين هلالين بالمقاومة، وبالتالي ربما تحدث صدى يعني إعلاميا كبيرا في الداخل الأمريكي. لذلك الحقيقة الآن تحاول أن ترضي كل الأطراف السياسية في العراق، وهي ليست بصدد فتح جبهة أخرى معارضة لها من يعني في العراق، وتحاول بشكل من الأشكال أن تكون الحقيقة مفاوضا ودودا ولطيفا لكي تتمكن على الأقل تقدير من إنهاء أزمة الانتخابات. ثم ربما الحقيقة لا أخفيك هناك سيناريو يبدأ مع الحكومة الأمريكية الجديدة إذا ما يعني تم إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب وحتى جو بايدن. ولا تنسى جنابك الشخصين الحقيقيين هما يشكلان خطرا كبيرا، يعني جو بايدن يحمل مخطط تقسيم العراق الى اقاليم، وهذا الحقيقه
يعني وضحت كان من الممكن أن يطبق لو استمر. وضحت الفكرة الكاتب والمحلل السياسي، يعذرني على المقاطعة لضيق الوقت، الأستاذ سعد اللامي، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل، كنت معنا مباشرة من بغداد.